انا ارتاح اسمح لي اسمح لي بالحديث، اسمح لي، اسمح انت ما خلينا عندك نستفيد القدره تواجه، لان انا كنت المفروض اطلع وياك وافند كل هالامور، يا واكلمك بكل بساطه بكل ثقه، لا تستطيع المواجهه. انت اتيت متاخر في مجلس الامه، واعطيتك فرصه الثلاث والاربعاء غير الاثنين، اتيت متاخر، حطوا جريده الجريده بتجي الساعه 12، وحطوا جريده الراي تجي الساعه 12 ونص، وقناه الراي حطت الساعه 1. تبي تاخذ موعد، دائما تاخذ الموعد من صاحب الشان اللي هو انا، بس موعد من مزاجك مع كل احترام والتقدير لك، ولكن ما يصير هالكلام هذا. زين رياض، فانت المفروض حتى دائما المناظرات يكون فيها مدير حوار، رياض مثل اخوي محمد الملا، 5 دقائق لي 5 دقائق لك، لكن زين. هي مو ساحه مصارعه، رياض بعد قلبي، رياض